شفتها اول شيء حكيت وياها بالتليفون، وبعدين رحت لها. كان يوم السبت هو لقاء هناك بالمركز مال تكريت. رحت عليها قلت يعني خلال جماعه يعني دخلوني لها، مو كانوا بوقتها مو زياره. دخلت لها حكيت وياها قالت لي شذا علي بعد ما استحمل دمرت. قلت شنو يما شنو جايبيش على شنو؟ قال لا تقول جابوني هنا عصاب شغله ثانيه بس ما فكوا هذا الموضوع وياي. ف بكتها قلت لها العش عن مشين، تقول عساس قالوا لي احزم شو شفت بعد ما استحمل التعذيب. قالت لي اعتذرت. اي قالت بعد ما اقدر جابوا لي ورقتها بس هددوني بيك، قالوا انت موجوده. ثاري انا من رحت هناك خلال 4 ايام حكيت وياها بالتليفون هناك من تليفون بعض الاشخاص ما حاب اذكر اساميهم. فحكيت وياها كان قالوا جايبين انتو بنتي. قال شوفي اللي صار بيك من التعذيب راح نسوي ببنتك. يعني قالوا بينه انت جايبيك اي جايبي على اساس هي موجوده، بس انا ما كنت موجوده. موجوده يمهم اي. فقالوا عوفوا بنتي وانا شو تريدون ورق اللي تريدون انا اوقع عليه. ترترت موتي ليش تحكين يعني احكي يعني صراحه المسؤولين يسمعون تسوي هاد جكاير اي ونتلات كهرباء اي وكبوا عليها. بتقول هي حسب هي اللي قالت لي قالت يعني رابطيها كانوا 3 ايام على شباك ويكبر عليها مي بارد. كانوا بكتها بشهر ثاني تعرف الجو بارد. اي فقالت لي 3 ايام هو كان مشاديها بهذا اي. يعني امي كأم حنونة يعني ما شفنا منها غير هذا. يعني هي هيك يدافع عن وطنها هيك يصير بيه بنهايته. هي دائما تخدم وطنها دائما تحكي بالحق. هو اللي يحكي بالحق هيك يصير بيه. لو دائما اللي يحكي باطل هو له كلمة. يعني ما يصير تناشد الصحفيين. اريد اناشد وزير الوزراء، اريد اناشد الصحفيين يعني حلوا لنا هاي المشكله. اريد امي ترجع لنا بخير وسلامه. يعني 8 اشهر ام احنا محرومين من حنانها. اكو واحد يحرم من حنان امه 8 اشهر؟ 8 اشهر احنا امنا لا شايفين ولا نعرف شنو اخبارها. يعني اريد اناشد رئيس البرلمان وناشد حقوق الصحافه. وين حقوقها؟ اريد حقوق الصحافه اني اناشد ان يخلون سبيلها خلاء سبيلها وفورا. يعني اناشد احنا محتاجين حنان هذا الام. يعني محرومين احنا من هذا حنانها. بتطلع يا ريت بتطلع خير السلامة. وبعد حبيبتي هون انا بحكي Yeah.